الاتباع عشان تسمع ده يقول لك يا معلم وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجة يعني يا حاج، بس الحكاية وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا برو، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ هو انا بقى فيها عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا، ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج و وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا ما اعرفهاش. ما اعرفش بقى يا اخويا، هو ابوك عندك، روح اساله. كون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البت واكله نفوخه. يا بت لا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره وسلم نفسه كده لوحده ده صعب. انت متعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي، اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، وملك ايديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني، القرشين اللي لميناهم مع البضاعه اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس، عايز اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده، انا عامل ترتيبي على كده ومقضية مقضية ان شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفة لا يكون كبر وعظمه طري. انت عارفة الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته شو الزفتة؟ أنا مش فاهم أنت إزاي وافقتي على الجوازة دي. أوه. بس ولا يهمك، هنخلص من العملية دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب، ولو عايز أخلص لك من الخيل كمان أخلص لك من الخيل. يا ولا مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوتة بورورون 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 بورورون. لا لا وش يا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي تنجح في المهمة اللي احنا مكلفينها بيها؟ إيه اللي تنجح؟ دي بت شطانة بتلعب بالبيضة والحجر. هي أي نعم رغاية حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت أجندها، بس أكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. المهم بالنسبة لنا دلوقتي أخبار أفندينا. أفندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجة. ده مش معناه يا علي إن أفندينا هيبطل شغل. بالعكس، أفندينا أكيد دلوقتي بيحضر لعملية تقيلة قوي. إزاي أفندينا يا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفترة دي كلها؟ ادخل. تمام علي الباشا. إيه؟ في واحدة بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحدة مين؟ لا تدخل. تحت أمرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول لي يا معلم، لو انت صحيح ناوي تجوز براءة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟
مش محتاجة أولى يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. إهباطي إهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي اتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهلفطة فرغ. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا مرات ابني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشة في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادرة تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزة تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطة بدفع تمنها كل ليلة أنا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا أقولك اتعلمي لك رقصة وحبتين دلع كده، فك شوية، فك يا بنت. صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما أنت عارف إني ماليش فيه. ما دي المصيبة يا أختي. تهت والإناها، أنا أنده للبت سوريا أخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. أسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصل لسوريا، ما تنسيش خليها تعلمك إزاي بتهاوى على الحجر. ممكن أعرف يا أبو سنة لحد إمتى هتفضل سايب المرة اللي أنت بلتنا بيها دي طايحة يمين وشمال، وفي الآخر تاخد كرامة وتروح عند حنتومة من ورايا؟ حنتومة؟ وإيه اللي ودى كرامة عند حنتومة؟ أنت بتسألني يا أبو سنة؟ خلاص يا حاجة أنا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل إيه يعني؟ عليا النعمة البت دي واكلة دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمة الكلام ده طيب يا حاجة؟ افرض حد قاطرها وهي واخدة كرامة ورايحة بيت زي ده، وجايز نتشم وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنة في الظهر. مش أنا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد إيه، ولا زن المحروسة على ودانك نساك عرفنا؟ منسيتش حاجة ولا حاجة، ده أنا لسه ضاربها علقة موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورميتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. علي أنا الكلام ده يا أبو سنة وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبضوا رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مرة. يا حاجة ما أنا قلتلك. بس ما عندناش وقت للكلام ده، الشغل اللي جاي هو الأهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت أنا مصدرة خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكة، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هات يا جماعة يا رب. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس؟ انت زي العسل يا باشا، دي امي يا باشا. انت مش عاد يعني قول لي يا عم. انت عامل السوق كله يا باشا. الخلاصه دي المصلحه، يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ ايه رايك؟ انها طالبها لمين؟ براه؟ ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براء ده رغم انه شغال معانا. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه، وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني.
يا بنت لمي نفسك واتكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت ب 100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافأة دي قد ايه؟ يا بت لمي نفسك. استنى بس شوية يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بت؟ اه عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الأبواب ونقب من على وش الدنيا. أنا يا فندينا يا أما، وإن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمصيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا بس أنت اللي مغفلاها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزيادة بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفلة. خلاص الجفلة بقت بضبة مفتاح والحكاية جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحة، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا أسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا أسر. يعني نبدا يا فندم؟ اذن النيابه جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه بتقول؟ ايه انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهيس جدع يالا.